في نادي الزمالك كارتيرون عايز سيسي، كارتيرون عايز سيسي اختيار اول بالنسبه له. سيسي على مسؤوليتي الشخصيه مش هيروح نادي الزمالك غير ما ياخد وعد من كارتيرون ان هو يلعب اساسي. واحد بيقول لي انت بتقول ايه، اقول له انا بقول لك الموضوع. وكارتيرون محمد مصلحي وحسام حسن قادرين يبيعوا له فكره الاتحاد، قادرين يبيعوا له الفكره، قادرين يبيعوا له خليك والعب كمل والعب. وعنده عرض كبير تاني من نادي كبير في مصر، مش النادي الاهلي، عنده عرض كبير تاني في مصر، ولكن شرطه الاول انه يلعب. وقال وكيل اعماله او قال حد مقرب ليه، انا مشكلتي اني جيت زي ما قلت كده وما خدتش الفرصه، فخايف ارجع ما العبش، ارجع 10 خطوات ورا. انا قلت لكم ايه كل الكواليس. بشكر المهندس احمد مجاهد ولجنه مسابقات على السرعه الفتره اللي فاتت في الخطوات في العقوبات في اي رؤيه. وبشكر احمد مجاهد بالاخص ان دايما اما بنتكلم ما بقاش في علاقه طرديه مع الاعلام. يعني النهارده اما بنيجي اتكلمنا قبل كده في علاقه كابتن، في عقوبه كابتن حسام حسن، في عقوبه كابتن حلمي طولان تم تخفيفهم. احنا بنتكلم بناء على شاشه، مش كل العقوبات بنطلع نتكلم عليها. علي ماهر اخذ ماتشين عقوبه واخد 20,000 جنيه. علي ماهر بصينا على الماتش امبارح، وانا دايما بتعود ابص على الماتش قبل اي حاجه، قبل ما اتكلم على اي قصه. علي ماهر امبارح في الفيديوهات لا يوجد خروج عن النص، لا يوجد. يعني انا قعدت ادور وقعدت اتفرج وقعدت اشوف وقعدت اعمل وسالت واستفسرت في الكواليس. علي ماهر الماتشين والغرامه محتاجين رؤيه من اتحاد الكوره. كلام تصريحات المهندس احمد مجاهد معانا ان لجنه المسابقات بتدي توصيه بناء على مراقب المباراه، وبعد كده بيطلع لنا كمجلس اداره احنا بنشوف، واحنا وظيفتنا كاعلام العقوبه اللي تستحق بنقول تزيد، العقوبه اللي بنشوف ان ما فيهاش حاجه بنقول يا فندم احنا شفنا الرؤيه والفيديوهات وشايفين ان ده ما فيش تجاوز، وجايبين لكم بعض فيديوهات المباراه راجل مع لعيبته، ولكن الامور ما فيهاش اي خروج، ليس دفاع. احنا ما عندناش علاقه بالكابتن حسام حسن ولا كابتن حلمي طولان ولا كابتن علي ماهر ولا اي حد ولا اي لاعب. اللي فعلا بيبقى فيه خروج عن النص بنقول تمام. اللي بقى فيه حاجه على فكره فيه خطوط، يعني كابتن علي ماهر المصري بكره هيقدم تظلم على العقوبه، وبرده مجلس اداره اتحاد الكوره انا عندي ثقه تماما ان القرار ده هيتغير، لان هيشوفوا الفيديوهات هيشوفوا القصه، وفي الاخر القرار الاول والاخير لمجلس اداره اتحاد الكرة المصري. الحقيقة اللي ما بيهموش، يعني ما بيقولش مثلا دي عقوبة ليها خفضة ولا ما بيسم، يعني الأمور ماشية بعدالة جدا جدا. فوظيفتنا ان احنا ننور اللمبة بس، بس ادي وظيفتنا، ملناش اي تارجت ولا اي حاجة، ما بنتكلمش غير ما اشوف القصة. لو علي ماهر عنده خطأ هطلع اقول لا في الحتة دي هنا ياخد كذا، قال والله الموضوع كذا، انا شفت كل الفيديوهات، ادي الأمور، ويبقى القرار لاتحاد الكرة المصري. النادي المصري، النادي المصري انا بس سمعت النهارده ان في عقوبات على اللعيبه 100,000 جنيه، في عقوبات مش عارف ايه. اللعيبه لعيبه النادي المصري عامله موسم كبير، مباراه الكاس مباراه مختلفه، ارجو بس يعني التمهل في الحته دي. لعيبه المصري ما تستحقش العقوبات الكبيره دي. طموحات كبيره واحلام كبيره وبطوله كبيره، ولكن اللعيبه عامله موسم وضغط كبير جدا جدا. دي بس رسالتي لمجلس اداره النادي المصري. انا الحقيقه رحت معسكر النادي المصري في برج العرب، انا شفت اللعيبه قاعدين شهور ازاي بعيد عن اهاليهم، شفت الجديه، شفت اللعيبه بتشتغل ازاي. ربنا ما بيديش غير المجتهد، ما بتلاقيش نجاح كده من فراغ غير بعد شغل جيد جدا وفرقه عامله اداء جيد السنه دي. دي وجهه نظري طبعا، والقرار الاول والاخير لمجلس اداره المصري اللي بنكن لهم كل احترام، لان الحقيقه ماشيين بشكل اكثر من رائع، هم والجهاز الفني للنادي المصري وكابتن علي ماهر اللي انا شايف ان هو واحد من الناس، لان في مجموعه السنه دي واحد من الناس اللي قدم اوراق اعتماده كمدير فني كبير. طيب